آخر سؤال. واحد يقول في فصل إنجيل معلمنا متى البشير الإصحاح 10 يكلمنا عن إرساله وإختياره للرسل الأقارب، فهل كانت هذه الرسالة قبل الألام وقيامة المسيح؟ أطبع أم كان لا قبليه؟ دي كانت فترة تدريبية على الخدمة، فترة تدريبية على الخدمة، كما أرسل الرسل الاثناشر في متى 10 أرسل أيضا 70 رسولا في إنجيل لوقا الإصحاح 10، كلها دورات تدريبية على الخدمة، ولكن الإرسالية الأخيرة كانت قبل صعوده.